تسريب غاز الطبخ. يعمل الجهاز على إيقاف تسريب الغاز من الجرة، وذلك عن طريق تركيب حساس لغاز الميثان المستخدم للطبخ على مكان قريب من أنبوب الجرة، بحيث يقوم الحساس بفحص مستمر لوجود الغاز أو عدمه. عند وجود تسريب يقوم الحساس بإرسال أمر بإغلاق الجرة فيتوقف التسريب، ومن ثم يتم تشغيل تنبيه صوتي لتنبيه المستخدم بحدوث التسريب فيما بعد ليتخذ الإجراءات اللازمة. كما يتيح الجهاز للمستخدم إغلاق الجرة حتى عند عدم وجود تسريب في حالات الخروج من المنزل مثلاً، وذلك بوجود حساس المسافة، إذ يكفي وضع اليد أمام الحساس لثلاث ثوان حتى يقوم الجهاز بإغلاق الجرة، ويتم تشغيل ضوء لتنبيه المستخدم في حال استمر بوضع يده أمام الحساس لفترة تتعدى الثلاث ثواني، لتفادي استمرار الجهاز بإغلاق الجرة مما قد يسبب ضرراً للجرة أو للجهاز نفسه.